التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء، وتواصلنا يستمر حيث يسير على بركة الله وتوفيقه. شوطنا الرابع في تعداد أشواط صباحية هذا اليوم الخاص بالجهدان لقاية المهجنات الأصايل، انطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين. أبدأ بالصدارة وأتابع المقدمة، والمركز الأول هذا شاهين لعبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي يحتل مقدمة هذا الشوط والمركز الأول، بينما تليها في المركز الثاني هذا يتقدم الشبابي لعبيد بن علي بن عمير الاكتبي يحتل المركز الثاني، بينما النغلة إلى المركز الثالث، ويأتي على مستوى المركز الثالث مذهل لراشد بن محمد بن مطر الكيبالي، بينما أتابع هناك شاهين على مستوى المركز الرابع بشعر قطامي بن محمد بن ثاني السويدي، بينما في المركز الخامس شاهين لهجن ند الشبا وسعيد بن سالم اللي يتابعه في عملية التضمير والتدريب على مستوى المركز الخامس، بينما في المركز السادس يأتينا علي لعبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي، بينما في سابع التحديات. وفي المركز السابع يتقدم الآن ويأتينا لبيب بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم، وسهيل بن هيان بن سالم العامري هو اللي يتابع في عملية التضمير على مستوى المركز السابع، بينما في ثامن المراكز يتقدم ادهم لسمو الشيخ راشد بن حمدان رايد المكتوم، ومسري بن سالم العرت الحميري يتابع في عملية التضمير، بينما في عاشر المراكز السليماني لسالم بن عبد الله بن سعيد بن معضد النيادي، وعاشر المراكز شاهين لهجن ند الشبا وسعيد بن سالم يتابع مضمرا ومدربا مع هذه المؤسسة العملاقة. هكذا هي النتيجة والنداء للعشرة المراكز الأولى، وهنا لمسامعكم هذه النتيجة للعشر المراكز اللي سيطرت أمامكم على الكادر الإعلامي، بينما أسامي وشعارات بعد العشر المراكز الأولى، الأسامي اليوم والأعداد الهائلة المشاركة مع سن اللقاية في تحديات أشواطي هذا اليوم. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، ولكن العودة هي للمقدمة والبداية، والمركز الأول واللي انفرد وحيدا هناك في مقدمة الشوط شاهين لعبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي يحتل مقدمة الشوط، الآن يسيطر على المركز الأول، بينما في المركز الثاني يأتينا مشاهدين الأعزاء شاهين لقطامي بن محمد بن ثاني السويدي يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث يتقدم وياتي هنا لبيب بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وسهيل بن هيان بن سالم العامري يتقدم في عملية تضمير وتدريبه، بينما في المركز الرابع علي لعبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي يتقدم الآن ليحتل المركز الرابع، بينما شعار هجن ند الشبا يتقدم على ظهر شاهين ليحتل المركز الخامس، وسعيد بن سالم يتابعه في عملية التضمير. الله الأسماء بدأت تصل مع أيضا مشاهدين الأعزاء اقترابنا للافتة الإعلان الأخير للمنحنى الأخير مع تحديات هذا المسار وهذا الميدان، ولكن العودة إلى شاهين في الصدارة، شاهين مع المركز الأول يتقدم بشعار عبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي، هو الان اللي مسيطر امامكم في مقدمه الشوط منذ بدايه الانطلاق. الله السلامات الى وين؟ هل الى اهالي السلطنه؟ تغادر الحدود مع شاهين في الصداره الاولى ملك عبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي، ام هنا لديهم راي اخر المشاركين الوصول في هذه اللحظه على المركز الثاني من لبيب، بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسهيل بن هيان بن سالم العامري. يلا يا سهيل، هنا بدات الامتار الاخيره ومؤسسه هجن ند الشبا وشاهين واصل بشعار هجن ند الشبا، وسعيد بن سالم يتابعه في عمليه التضمير، والشاعر واصل مع ادهم سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي وبن كاسب كذلك يبحث عن الاكتساب بناموس هذا الشوط.
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ها هو شاهين لازال المسيطر. غير لبيب. لبيب بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسيل بن هيان بن سالم العامري بن ادهم ادهم غادم سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي وبن كاسب يقدم جميل سالم بن سعيد بن كاسب المسافري. واللحظات الاخيره اللحظات الاخيره لبيب على الصداره لبيب على المركز الاول. ادهم يحاول الله 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 على الامتار الاخيره الامتار النهائيه لبيب بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسهيل بن هيام بن سالم العامري بينما بن مصلح يقدم ادهم سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي. الله لبيب وادهم ولكن لبيب تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وتهنئه لسهيل بن هيام بن سالم العامري المركز الثاني. وصل في ادهم لسعيد بن حمد بن مصلح بجمهور الاحبابي المركز الثالث. وصل في جميل لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام النتيجه للثلاث المراكز الاولى هجن ند الشباء. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام نتيجتنا للمراكز الاولى. عوده الى التوقيت الزمني وساعه وصول مشاهدينا الكرام لبيب الى خط النهايه بتوقيت زمني مقداره 6:16. تهانينا والناموس لمالك لبيب سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم والتهنئه لسهيل بن هيان بسالم العامري.